التونسي الحفناوي يحرز ذهبية 800 حرة في بطولة العالم للسباحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. أحرز السباح التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق اليوم الأربعاء في بطولة السباحة، وسجل حفناوي الذي يبلغ 20 عام في الدقيقة 37 ثانية متقدما على الأسترالي سام شورت. وشهد السباق تنافسا بين الحفناوي وشورت والألماني لوكاس قبل أن ينجح التونسي بالانفراد بالصدارة، وكان الحفناوي قد حل وصيفا لشورت الأحد الماضي في سباق 400 حرة بفارق 2% من الثانية فقط، علما أنه خطف الأضواء في أولمبياد طوكيو عندما أحرز ذهبية السباق عينه بعمر 18 عام. وقال الحفناوي: سباقي الأخير 400 احتفظت به في تفكيري، وحاولت أن أكون أسرع في 800 ونيل الذهب. ألف مبروك لتونس، ألف مليون مبروك. أعزائي المتابعين، وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.